الآن قبل شوي لما بلشت اشتغل في الفاتورة كان البعض بكتب الأرقام بشكل يدوي، لأنه أصلا فيش عندنا في الإلستريتر اللي هو تحكم بشكل تلقائي في الأرقام. فاللي بدي أعطيكم إياه اللي هو كيف تضيفوا سكريبت من خارج البرنامج يساعدنا في عملية الترقيم. يعني شوفوا، احنا شو عملنا؟ ضفنا رقم، عملنا له تكرار مع Alt، ضغطنا كوماند دي عشان نكرر الأرقام. هاي الأرقام كلها عبارة عن إيش؟ اللي هي تكرار لنفس الرقم، ولكن إذا إجيت حددت هذه الأرقام بعد ما أضيف السكريبت، طبعا هو ما بيكون مع البرنامج، السكريبت بيكون مش بالبرنامج. هحط make numbers sequence عندي هون، بيعطيني القيمة اللي راح أبلش منها. يعني إذا ما بدي أبدأ من رقم واحد ممكن أبلش من رقم آخر، فحاليا احنا حنبلش برقم واحد. هون كم كمية التكرار للرقم؟ يعني انا ممكن اخلي الارقام تتكرر على سبيل المثال بقيمة معينة، مضاعفات معينة، ولكن احنا بدنا قيمة التكرار تكون واحد. في عندي add zero، add zero الى الرقم، وفي عندي في عدم اضافتها، فخلينا اشيلها. بدي اضغط اوكي، بتلاحظوا انه اعطاني ترقيم تلقائي، ولكن في عندي شغلة بدي اخذها بعين الاعتبار، انه لما اجي اضيف الرقم خلوا مساحة جيدة بمنطقة العرض، وخلي الرقم في الوسط على اساس لما يضيف الخانات الثانية يجي معي الرقم مظبوط. طيب هذا ممكن استخدمه كمان لاشياء ثانية، مثل شو؟ يعني حدا فيكم بده يعمل كالندر او اجندة، بيجي بضيف اللي هي الارقام، طبعا شرط المربع النص يكون فيه رقم، ممكن يكون حرف. عملية اضافة الارقام من اليسار الى اليمين اللي هو كوماند دي، أو من اليمين لليسار، بتأثر لي على ترتيب الأرقام. حاليا أنا ضفت من اليسار إلى اليمين وكررت الصفوف، هاي كمان مرة كوماند دي. مجموعة الأرقام هاي بحددها، بروح لنفس المكان اللي هي File Script Make Number Sequence، هذا مش موجود عندكم، كمان شوي بنوريكم كيف تضيفوا السكريبت. طبعا السكريبت هو عبارة عن كود برمجي يضاف الى البرنامج من اجل تسهيل العمليات اللي بنقوم فيها. بعدين حضغط اوكي، بتلاحظوا الارقام بلشت من واحد وبلشت تمشي حسب كيف انا قمت بنسخ الارقام. يعني مثلا لو اخذت انا الرقم واحد هذا بهذا الشكل، او زي ما حكينا ممكن يكون حرف، وبعديها نسخته باتجاه من اليمين لليسار كوماند دي، بعدين مسكت هذا الصف وبعديها قمت بتكراره، بعدين حددت المجموعة، رحت لنفس القائمة وقمت بنفس العملية. تلاحظوا هون الترتيب اختلف، بلش عندي الترقيم من اليمين إلى اليسار ونزل، هون بلش من اليسار إلى اليمين ونزل. في شغلة كمان باخذها بعين الاعتبار، إنه مثلا لو رحت على الترقيم، رحت على الأرقام وجيت حكيت إنه بدي مثلا ياخذ لي لحديت رقم 30، في عندي شغلة هون اللي هي remove unused text، وضغط على اوكي تلاحظوا انه وصل لحديت ال 30، المربعات الزيادة كلها هاي شو ماله شالها، وهذا بيساعدني لما اجي اعمل كالندر او اجندة واجي ارتب العناصر. الان الاشي المهم، السكريبت وين بدي اجيبه؟ بعثت لكم اياه، هو موجود على الانترنت، وفي اتوقع انه مجموعة روسية عمليته، بعثت لكم اياه على الكلاس روم. كيف بدي اركب السكريبت للبرنامج؟ السكريبت حيكون امتداده بهذا الشكل جي اس اكس. الان في بعض الحالات بيكون السكريبت او الكود معطينكم اياه على شكل نص، يعني على شكل تكست، فانا لو اجي بدي افتح هذا السكريبت بيفتح معي، بس كيف بدي اروح لاداه النص اللي هي المفكره عندكم بالويندوز، هون بالماك اسمها اللي هي تكست اديت. تكست اديت ممكن من خلالها اروح افتح فايل اوبن، افتح الكود الموجود عندي، يعني الكود هذا اللي احنا قبل شوي عملناه او نزلناه، لو جيت فتحته بالتكست اديت راح يعطيني ايش الكود كيف مكون. هذا طبعا الكود المعمول برمجيا، هي موجود جوا هذا الملف. ولكن انا ليش فتحت لكم هذا؟ لانه في بعض الحالات ممكن يعطيكم الملف، ملف الكود كنص، يعني يعطوكم اياه نص وانتم تعملوه. ففي الحاله هاي بدكم تيجوا تخزنوه فايل سيف از عندكم في الويندوز، وتيجوا تكتبوا الامتداد تاعه JSX بدل TXT، تمام، وتحفظوا على اساس يتحول الى سكريبت. ولكن انا اوريدي بعثت لكم اياه على شكل سكريبت جاهز، تمام.
الآن السكريبت كيف بدي أضيفه على الإليستريتر؟ بدي أروح على المجلد تاع البرنامج. في الويندوز حيكون عندكم بسي بروجرام فايلز وجواتها أدوبي وبعدين جواتها إليستريتر، حتشوفوا المجلد تاع البرنامج. بالماك بدكم تروحوا للأبليكيشن وتيجوا جوا اللي هو المجلد تاع الإليستريتر، نضغط باليمين، نضغط دبل كليك عفوا عليه، حيفتح لي اللي هو الإليستريتر بهذا الشكل. الآن أنا بدي أدور على مجلد اسمه إيش اللي هو سكريبت، فحروح لنشوف هون في الكول إكسترا، في كول إكستراز في عندي ENAE، بضغط عليها دبل كليك، لا مش موجود هون، معناته مش مزبوط. بدي أدور أنا على مجلد اسمه سكريبت. أنا بدي أمشي معكم على أساس أنا لو مش عارف الإشي بدي أمشي فيه. طيب حاجي على مجلد البرنامج نفسه، حضغط على Show Package Content، الكونتنت جواتها بس أضغط دبل كليك. وين راح السكريبت؟ برضو مش هون. ثواني ثواني. هي مش سكريبتين يا جماعة. حدخل كمان مرة على الأدوبي. خلينا أشوف سبورت فايل إيش فيها. لا مش سبورت فايل. presets، تمام. يعني حدخل على مجلد البرنامج presets، بعدها ENAE، هاي في scripts، لاحظتوا في برا في scripting هي بتختلف. جوا scripts بدي انسخ الملف هذا وبدي اعمل له ايش؟ لصق هون. عملية اللصق راح تتطلب مني اللي هي انه يطلب مني كلمة سر تاعت الجهاز لانه بدي يتدخل في الملفات للبرنامج، فحضغط موافق. الآن مجرد ما ضفت السكريبت في هذا المكان لازم أعيد تشغيل البرنامج عشان يبين عندي، لأنه في البداية مش راح يكون مبين، وبعديها لما أضيفه حيكون في قائمة فايل وين؟ في سكريبت اسمه Make Number Sequence، وبهيك بنكون قدرنا أنه نعمل أرقام بشكل تلقائي سواء للأجندة الكالندر أو للترقيم اللي شفناه في الفاتورة مثلا، الأرقام اللي عملتوها أو لأي شغلة تانية بدكم إياها.